السلام عليكم، راح نبلش بشرح الجزء الثاني الووتر كواليتي. راح نشرح هسه الليكس. شرحنا بالبارت الاول الريفر. الليكس هو موضوع قصير جدا، وحتى الاسئله عليه بجوز سؤالين او ثلاث. حفظته في جزئيه حل واحده. قل لي المين بروبلم الليكس هي انه نمو الطحالب growth of algae due to excess amount of neutrons. اتوقع حكينا في هذا، حكينا عنه قبل، هم ال N وال B. هاي العملية بتعكس لي عملية اسمها ال eutrophication. عملية حكينا عملية لما يزيد عندي انا الاكسس امونت اوف نيوترنت للمغذيات النباتيه اللي هي الان بي، بعمل نمو للطحالب، بكسرها، بعمل عملية اسمها الانتروفيكيشن. هاي ممكن تكون ناتشرال وتمتد لالاف السنين بس اذا زادت الكميه زادت كمية نيتروجين والفسفور اللي هي الـ N والـ P من الإنسان، يعني مش بشكل طبيعي، لا من الإنسان، بصير اسمها كلتشر. هاي بتكون أسرع، يعني مش لآلاف السنين، ممكن تكون سنين عادية. بشكل عام في عندي انا نمو الطحالب، بعمل لي ايتروفيكيشن، ناتشرال ايتروفيكيشن او كلتشرال ايتروفيكيشن. اذا كانت ناتشرال بكون هاي يعني بشكل طبيعي، اما اذا كانت زادت كميه النيتروجين والفوسفور من الانسان بصير اسمها كلتشرال، بتكون اسرع، بتكونش لالاف السنين. طيب شو بصير لما يصير زي هيك؟ بموت السمك، في سمك بالبحيره بتصير، بقل الدي او، كمان بتمنع أشعة الشمس من الوصول للأعماق. تمام، عندي كمان عوامل اللي بتتحكم بالإثراء الغذائي، الإثراء الغذائي اللي هي الإثروفيكيشن، الإثراء الغذائي. في عندي أشعة الشمس sunlight، عندي concentration فوسفور ونيتروجين، هذول بيعملوا ايش؟ record for growth. تمام، هسا الاشي اللي بيعمل لي اثراء غذائي اشعة الشمس والconcentration. كان هيك انا شو بعمل؟ بعملها control. هاو control it. انا بعمل كنترول للسنلايت، وهاي بمنع اشعه الشمس من الوصول للبحيره، خليش الشمس توصل البحيره، بس هذا الاشي صعب ادرسه. شو بعمل مشان هيك؟ بقلل من استعمال المواد الزراعية، كمان بنكتبوا هذا الاشي او انه اعرفوا شو بحكي، يعني افهموه، فهموا ليش انا بعمل هيك، يعني انا ما بكتبه، هلا بشرح شو اللي بعمله. اقل معالجة المياه من المصنع مباشرة، طبعا هذا كله مكتوب بالسلايدات، انا بكتبه بالعربي للترجمة، وممكن الحكي اللي بحكيه يكون اشي مهم. اقلل من تركيز المواد، توجه نحو الأورجانيك فارمينج. يعني أنا اللي بستفيده حكينا كيف أنا أعمل كنترول الأشياء هاي مشان ما يصير عندي إتروفيكيشن، أشعة الشمس من وصول البحيرة، بقلل من المواد الزراعية، بعالج المياه من المصنع مباشر ما بتركها.
افضل تركيز المواد، تركيز النيتروجين في الصفر واقللها، وبحاول اني الجا للاورجانيك فارمنج، يعني انا بعمل الزراعه بشكل اورجانيك مش بشكل تصيب او انه نيتروجين وفوسفور. تمام، عندي ملاحظات. اذا كان تركيز النيتروجين تركيز الفوسفور اكبر من 10 يكون هاي اسمها فوسفورس ميتد، يعني ايش؟ نيتروجين عالي. قل لي اذا الان على بي اقل من 10 يكون نيتروجين ميتد، يكون الفسفور عالي. المياه البحرية بكون الان على بي لها اقل من 5 برضه بتكون ان ليميتد. هذا ايش؟ البحر، المياه البحرية مش المياه العادية. فهذا ايش؟ هذا اشي مهم كثير. ممكن يجيب لي بحيرة يقول لي هاي البحيرة عبارة عن نيتروجين ليميتد، لما يكون عندي نيتروجين ليميتد كونسنتريشن، بس احسبه هسه اللي بحسبه بالقانون اللي بدي احطه، لازم يكون عندي يكون معي تركيز الفوسفور بكون، وانا بحسب تركيز النيتروجين بحسبهم مع بعض، اكبر من 10 معناته تركيز النيتروجين اللي حسبته غلط، بروح على الستاندرد هسه بقول لكم كم الستاندرد. اما قسمتهم على بعض طلع اكبر اقل من 10 معناته انا نيتروجين ليميتد، معناته هو تركيز نيتروجين اللي باخذه. بيقول لي افضل اقتراح الفوسفور كونسنتريشن، الفوسفور كونسنتريشن يكون اكبر من 0.015 جرام كل لتر، والنيتروجين كونسنتريشن يكون اكبر 0.3 ملي جرام لكل لتر. هاي الكميات، هاي الكميات كافيه لحدوث نمو غير طبيعي للطالب، عشان هيك انا اقلل من تراكيسهم. تمام، هذا هيك شرح الريبر كله. هسه بدنا نيجي للجزء الحسابي فيه، وشو بعمل؟ نحكي كيف نحسب، كيف انا لو هسه بعدين بنحل، نروح على فيديو حل الاسئله ونشوف كيف نشرح. طبعا نفوت على السلايدات نشوف اللي حكينا لحد هسه حكينا ولا لا. الwater quality in lakes, all lakes gradually accumulate and organic matter and they're undergoing a natural process known eutrophication. حكينا في عندي هون a young lake is characterized by a low water content, a low plant بسموها few food أو eutrophic. يعني إذا كانت young lake فيها low neutron يكون اسمها زي هيك. eutrophic full feed. شفتوا هاي الكلمات، إذا كانت rich phytoplants decrease DO، حكينا هي بتقلل اتصال الأكسجين اسمها eutrophic. بيقول لي كمان sediment caused lakes shallow and warmer، إذا كانت يعني بتصير أحمى فبتصير بطيئة فبصير اسمها marsh أو bog. This is a natural process that takes a thousand of years but ممكن باستعمال الهيومن اكتيفيتي بتصير اسمها كلتشر اتروفيكيشن. هاي حكيتها. وهاي المصادر المياه الصناعيه وهيك. How we control it، العوامل اللي بتاثر عليها حكينا هسه العوامل كلياتها. نسبه النيتروجين على هاي حكينا افضل اقتراح. هسه الفوسفورس موديل كيف احنا بدنا نحل. هسه احنا لما نحل عندي اكثر من مصطلح، عندي شيء اسمه اس، هذا هو الماس لو ريت لمين؟ الفوسفورس، الفوسفور يعني اوف فوسفور. هذا يساوي كيو للووتر سي للووتر كيز الووتر في هاي في اس سيتلينج ريت في الفيروسيتي سرعة. كيو ان Cn زائد S
Q water يعني C water تساوي Q كلية C كلية زائد الفتلت في الأريا في C. تمام، شو هذا الإشي؟ التدفق اللي دخل، التدفق اللي دخل تركيز، تدفق الفسفور في تركيزه تساوي التدفق الكلي concentration اللي بدي إياه والفي اس اللي هي السيكلينج فيلوسيتي اريا للليك والسي اللي بدي اياها. انا عشان احسب الكونسنتريشن، احسب الكونسنتريشن بطبق هذا القانون كيو ان وكيو في سي ان زائد اس، اس اللي حكينا شو هي على كيو زائد في اس في الاريا. عشان احسب التركيز، اذا بدي احسب التركيز ومشان مشان احسب الحد الادنى للاس تكون سي التصفيه معادله بس يعني سي في كيو بلس في اس اي ناقص كيو سي. القانون نفس اللي فوق عادي. في عندي شغله انه في عندي الفي اس اي هذا بسموه ديمنتيشن. ركز، عندي دي سي دي تي مش معادلة، هاي بس المصطلح كيو ان سي ان ناقص كيو اوت سي اوت ماينس سيديمنتيشن. وهذا الشيء، هذا الشيء شو كنا نسميه؟ كنا نسميه معادلة الماس بالانس، معادلات الماس بالانس. ما سنحل مثال على الطرق الحسابية. اللي في عندي مثال فوسفورس ليميتد ليك. فوسفورس ليميتد يعني أنا دي أعلى تركيز بستعمل تركيز الفوسفور يكون يعني على بي أقل من 10. هيك المطلوب مني لما يكون فوسفورس ليميتد لازم يطلع تركيز الأن على بي أقل من 10. قال لي السيرفس أريا إلها 80، الأي تساوي 80 10 قوة 6. قال لي is fed by a 15 متر مكعب ستريم has a phosphorus concentration 0.01. يعني الكيو 15 phosphorus concentration اللي هي C عبارة 0.01. addition effluent from a point source adds 1 جرام لكل سكند، جرام لكل سكند اللي هي الاس، اعطاني انه بتضيف فوسفور مقداره 1. phosphorus settling rate estimated at 10 متر كل يير، V بتساوي VS 10 متر كل يير. Estimate the average total phosphorus concentration. Phosphorus concentration بدي أحسب إيش؟ C. C بتساوي Q في CN زائد S على Q في S. هسا هاي 15.01 بعطيني 1.5، بعطيني شو اسمه؟ بعطيني 0.15. بوينت 15 بدي انا ضفت 1 1 و15 خلصت انه هي المجموع هاي وهاي. المقام شو بده يكون؟ كيو كيو هو 15 كامل بس دخل غير 15. في اس بعد التحويل، بعد التحويل قسمت 3254 هيك اريا 80 في 10 قوه 6 بيطلع عندي التركيز 0.028. التركيز 0.028 فوسفورس ليميتد لازم يكون 0.028. تمام، هي خلص واضح الجواب. مشان هسه مشان يكون التركيز 0.01 هو الفرع الثاني. شو قال لي؟ قال لي the rate of removal حتى يكون التركيز 0.01 بالاس، بالاس بحط ال سي 0.01. هاي السي 0.01 التركيز الابتدائي اصلا 0.01، خليته طلع معي 0.25. point source 75% removal، 75% removal هو كان 1.15 و25 وهيك. هذا شرح الليك. ان شاء الله صرنا نحل اسئله على الريفر وعلى الليك بفيديو لحال، وهيك بنخلص شابتر الريفر والليك. راح تفهموا الليك اكثر من هيك حل الاسئله. يعطيكم الف.